متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي تقام بالجولة 32 من الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة الأربعاء 18 أبريل 2018. ونقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة اليوم على ملعب استاد بترو سبورت، ويدخل فريق الزمالك هذه الجولة القادمة ويحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة، كما يحتل فريق المقاولون العرب الثاني عشر برصيد 38 نقطة. استقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الأربعاء 18 أبريل 2018 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والسادسة بتوقيت جرينتش. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قنوات النيل للرياضة وأن سبورت اتش دي ودي ميسي سبورت اتش دي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.